يقول أنا أتأخر ولا يخصمون علي، وأنا راضي أنه يخصمون علي لكن مو قاعد يخصمون علي. يعني إذا كان هذا تقصير من المسؤول، يعني المسؤول هو اللي مفلتها، ما في مسؤول، إذن فيها تقوى، هذه فيها تقوى، فيها تقوى. يقول إذا ما في مسؤول عليك بالتقوى، تتقي الله تبارك وتعالى، أنت أخذت هذا الراتب مقابل حضورك مبكرا. كون يوم يومين بالشهر كذا يصير لك ظرف طارئ، تتعب تتأخر كذا، ما في مانع. أم تتأخر بالأسبوع أربعة أيام ما يضر، 15 دقيقة ما يضر إن شاء الله، لك 11 دقيقة خذ.